واحد من قيادات قواتنا المسلحة العظيمة. هذا الرجل سيد الفريق عبد المنعم التراس حاليا يتولى رئيس الهيئة العربية للتصنيع، ولكن قبل ما يكون في هذا المكان، المكان ده مكان مدني، كان له دورا كبيرا وعظيما. وأنا شخصيا من الناس اللي كنت بشوفه في هذا التوقيت لما كان قائدا للدفاع الجوي في فترة عصيبة اللي هي فترة 2012 ثم 2013 وثورة 30 يونيو. كان أحد القيادات اللي كانوا مع الفريق أول عبد الفتاح السيسي وزير الدفاع في ذلك الوقت، الذين شاركوا في بيان 3 يوليو، واحد من أعظم البيانات والتحول التاريخي اللي احنا بينقل مصر من مرحلة إلى مرحلة. فهذا الرجل ربما كتير من حضراتكم بتسمعوا ممكن مداخلات، لكن لقاءات تلفزيونية ربما هو لقاء الأول له، أول حوار لسيادة الفريق عبد المنعم التراس ومعانا هذا الحوار. النهاردة جايين نتكلم طبعا عن أمور كثيرة، ربما نبدأ من الهيئة العربية للتصنيع، الناس تسمع عنها ما تعرفش ايه تاريخ هذه الهيئة، انشأت امتى، الرئيس السادات 75، عندنا 4 دول، مصر، السعودية، الامارات، قطر عملوا هذه الهيئة. الهيئة النهاردة لها جهد ودور كبير جدا في التصنيع العسكري قواتنا المسلحة والتصنيع المدني. هنشوف طبعا مع سيادة الفريق عبد المنعم التراس هذه الهيئة عشان تعرفوا بلدكم بتعمل ايه النهاردة. اولا بشكر حضرتك شكرا جزيلا وكل التحية والتقدير لحضرتك. أولا من زمان عايز أقول لحضرتك هذا الكلام، لأن أعلم جيدا، يمكن ناس ما تعرفش لكن أعرف كتير دور حضرتك الوطني زي كل رجال القوات المسلحة. أنا بشكرك وبحييك، وكمواطن مصري برضو أنا بشكرك على مجهودك وبشكر قناة صوت البلد. سيد فريق، كلمنا عن الهيئة العربية للتصنيع، ايه الهيئه؟ ادينا فكره عن هذه الهيئه بتعمل ايه بالضبط. عايز المواطن البسيط يعرف ماذا تقدم الهيئه العربيه للتصنيع. الهيئه العربيه للتصنيع هي كيان صناعي كبير انشئ اساسا سنه 75 بهدف توفير احتياجات القوات المسلحه للدول العربيه والمصريه. نعم. وكان مشاركه بين 4 دول زي ما حضرتك قلت. نعم. السعودية والإمارات وقطر ومصر. نعم. هذا الكيان الأصل فيه أنه كيان صناعي عسكري لنظم الدفاعية. ثم بعد سنة 79 تم امتلاك مصر لكافة مصانع الهيئة، وأصبحت المصانع كلها تابعة لمصر. نعم. وإحنا نرجو ونأمل إن شاء الله تعالى أن إحنا نتكامل، نتعاون مرة أخرى مع الدول العربية ومع الهيئات الصناعية الموجودة فيها برضو لتلبية مطالب واحتياجات القوات المسلحة سواء في الدول العربية أو في الدول بتاعتها. لا احنا يعني حيك بتوجه دعوة وبتقول المجال مفتوح للدول العربية انها ممكن تبقى موجودة بالتأكيد مرة اخرى، ونأمل في هذا الكلام. نأمل في هذا الكلام. ومش طبعا كان طبعا. لسه لي لقاء حضرتك اعتقد امبارح، كان في لقاء مع رئيس هيئه الصناعات العسكريه السعودي وتناولنا هذا الكلام وفي اطار التكامل والتعاون، والمصانع ممكن تبقى موجوده في السعوديه، ممكن تبقى موجوده في الامارات، ممكن تبقى موجوده في القاهره او في مصر، يعني ما فيش مشكله، ولكن بالاخر احنا بنلبي المطالب للجيوش العربيه. حضرتك معلش لانه ده موضوع مهم، انه بنقول هل العربيه التصنيع ممكن تعود مره اخرى الدول العربية السعودية الإمارات، ويكون في مصانع موجودة عندهم، مصانع سواء في المملكة أو الإمارات، ولكن تحت ضمن الهيئة أو تحت لواء الهيئة أو تحت رئاسة الهيئة، يعني بالتأكيد أو بأي شكل آخر أو بأي شكل آخر. نعم. ممكن يبقى في تكامل، وده اللي احنا ناقشناه مع الإخوة السعوديين. هو جاي هنا كان بيمر وبيتعرف على الامكانيات الموجوده في المصانع تبع الهيئه العربيه للتصنيع، واحنا في نفس الكلام في دعوه هيوجهها من عنده من السعوديه بحيث نشوف الامكانيات الموجوده عنده والامكانيات الموجوده في التابعه للهيئه، ويبقى في تكامل بيننا في الانظمه الدفاعيه. يعني ممكن ان احنا كدول عربيه يكون عندنا اقصد التصنيع بتاعنا العسكري، ممكن نصل لهذه المرحله. بالتاكيد الفرصه موجوده.
فرصة موجودة. فرصة موجودة. عندنا الخبرات، عندنا الناس، عندنا وعندنا الإرادة السياسية. النهاردة التعاون الاستراتيجي اللي موجود بقى بين مصر وبين السعودية، سيادة الرئيس مع جلالة الملك سلمان، والزيارة الأخيرة لولي العهد الأمير محمد بن سلمان، كل ده بيؤكد قوة ومتانة العلاقات المصرية اللي موجودة ما بين مصر وبين السعودية وبين مصر وبين الإمارات. دي علاقات تاريخية، وزي ما قال سيادة الرئيس ان امن الخليج وامن السعودية هو امن مصر وامن القوم المصري، ده كلام يعني عسكري ده. معلش انا اسف، لانه هذا الكلام طبعا سيادة الرئيس دايما يقول هذا الكلام وهي بتبقى رسائل، ولكن المواطن يبقى عايز يعرف يعني ايه لما القيادة السياسية تقول هذا الامر ماذا يعني عسكريا، الامن دول الخليج، امن المملكة.